يو السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في نوفل فيديو جديد وفي فلوج جديد ان شاء الله. المهم قبل ما تتفرجوا غادي تضغطوا على واحد اللايك سبسكرايب وتبارطاجيو مع عشرانكم. سو اليوم غادي نمشيو عند الدراري الادرار، غادي يديروا واحد ميتينغ صغير غادي يتجمعوا فيه الدراري ديال اكادير، الدراري ديال اللي كيكبروا في اكادير كما قلت لكم. وبالنسبه للدراري راه كاين واحد تشالنج صغير بين الدراري دي بين المدن ديال اكادير ومكناس وفاس والرباط وطنجه وما عرفتش شكون مازال كازا تاي داخله. سو اخوتي هادشي ديرو بادري رايدر في انستغرام، ولكن ما بينش الكونسيبت ديال هادشي، يعني بنادم كيلوح دي فيديو ولكن ما عرفنيش لي تشالنج اللي غادي يديرو، يعني كل واحد كيلوح شي حاجه. وصراحه تحيه لكاع الدراري ديال المدن كاع ديال المغرب، واليوم غادي نمشيو نشوفو الدراري ديال اكادير ونديرو واحد دي فيديو صغار ان شاء الله. المهم انا كنريكوردي دابا الفيديو، كنريكوردي الفيديو في الدار كما كتشوفوا انني الكاسك الكاميرا ديال جو برو كاينه في الجنب، شوفوا في المرايه كي كتبان. سوا خوتي اليوم غادي نمشي ونتسناو البوليسي يعطينا لو سين باش نديماريو ان شاء الله. وزاهية او ماكسيموم ان شاء الله مع الدراري. ايوا نتسناو هاتي اخي بحاجه، هي انك تلوح فيديو كما دابا ويخسر لك الميكرو ولا شي حاجه. يلا مشيت شريت ميكرو جديد وكنريكوردي دابا فوق لا فيديو، يعني كنتفرج دابا في لا فيديو كنريكوردي لكم. المهم اخوتي لوبجيكتيف ديالنا هو نوصلوا ل 70000. وبالنسبه للدراري ديال مراكش راه غدا ان شاء الله غادي نجي لمراكش. خلي السيد يدوز. المهم غدا ان شاء الله غادي نمشي لمراكش، و قولي لي في انستغرام، غادي تلقاو في الديسكريبشن، قولي لي البلايص اللي كتجمعوا فيهم تما وسميتو باش نديرو دي فيديو اللي يكونوا سبيسيال بزاف تما ونبلوغو معاكم ونبارطاجيو معاكم بزاف ديال الحوايج ونكملو لا فيديو ان شاء الله. المهم ديري الكاسك ديالنا محترمين الطريق. هذه